حيث ركزت الكويتية على هذه المحطات، وذلك بحسب متابعة ودراسة لرغبة المسافرين خلال الصيف القادم. كما أننا نأمل على إضافة المزيد من الوجهات، في سبيل المثال غوانزو، كازابلانكا وسراييفو، وسيتم إعلان عن تشغيلها فورا كما جاء بشكل نهائي. السفر والسياحة الكويتية، وعلى رأسها رئيس مجلس إدارة الأخ محمد دافن المطيري، بالشكر الجزيل على هذه الدعوة، والشكر الموصول لممثل رئيس الإدارة العامة للطيران المدني المهندس يوسف الفوزان على دعمه اللامحدود، ولشركة أنشن وجميع الجهات العامة فيما نرى مرة لما يقدمون من دعم والتعاون المثمر. كما أقدم شكري للشركاء من ممثلي ووكلاء ومكاتب سياحة السفر على دعمهم الناقل الوطني لخطوط الجولة الكويتية. مجددا الشكر لكم وكل عام وانتم بخير. تنفيذي للخطوط الجوية الكويتية السيد كامل العوضي. كما كانت لنا الوقفة التالية مع رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية السيد محمد المطيري. الغبقة طبعا هذا نسويها ثاني مرة، وهي تعتبر من الأمور الاجتماعية اللي دائما يهتم فيها الاتحاد. الاتحاد مثل ما هو معروف مؤسسة نقابية تهتم في أمور أعضائها لحمايتهم وإجابة المكتسبات وحل مشاكلهم وتمثيلهم أمام الجهات الحكومية. هذا باختصار هو عمل نقابي بحت، وزاد أن العمل الاجتماعي ما ننساه، أمور التدريب أيضا ما ننساها، أمور أيضا الفام تريب والسفرات التعريف مع شركات الطيران أيضا ما ننساها. فهذا باختصار عمل الاتحاد، ومناسبة حلوة أن ننسى الاتحاد، ومناسبة حلوة أن ننسى الهموم بعد سنة ضغط من العمل. فالآن ممكن أن يعني يصير على استراحة محل لتبادل الحديث، ومناسبة رمضانية مثل ما أنت عارف. طبعا دور الاتحاد هو دائما دور تمثيل مكاتب السفر أمام الجهات الحكومية، والإدارة العامة للطيران المدني هي الجهة المراقبة لعملنا، يعني احنا التراخيص منهم والأمور القانونية منهم، فدائما احنا نمثل المكاتب عندهم في الاجتماعات، فدائما احنا على تواصل معهم وعلى توافق، والحمد لله تنسيق كبير بيننا وبينهم. طبعا هي الإنجازات كثيرة، هي في البداية احنا مطلوب مننا نعمل ومأمورين بالعمل، بالإنجاز. الإنجازات والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، احنا منا الجهد ومنا الاجتماعات والمواعي. الإنجازات بيد غيرنا، احنا جهة استشارية، جهة تمثل نقابية، ما بيدنا قوانين، ولكن هي الجهات الدولة وشركات الطيران هي اللي بيدها تغيير القوانين وما شابه. نحن نمثل ونجتمع ونناقش ونوصل فكرة المكاتب، والتوفيق من رب العالمين. في منجزات كثيرة صراحة، احنا قاعد عندنا تقريبا 26 تعميم دزينا للسوق وللمكاتب، نشرح فيه كل الأمور. تلك الكلمة لرئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية السيد محمد المطيري. مساء الخير يا كويت. على موعد يدور الزمن ويرد، واحنا على موعد، احنا على موعد في حب الكويت.